والآن هيا عزيزي الطالب نقوم بتحليل هذه الكلمات تحليلا صوتيا. هل تذكرون التحليل الصوتي؟ تذكير سريع، إذا كان حرف مع حرف ساكن فهو مقطع، حرف متحرك لوحده مقطع، حرف مع حرف مد مقطع. الآن سنقوم بتطبيق هذه القواعد على الكلمات التي أمامك. الآن انظر إلى الكلمة الأولى، سي فو، سي فو، سي متحرك وساكن مقطع. فو، سيف. الآن كلمة فارس، فارس، نقوم بتحليلها تحليلا صوتيا. فا حرف وحرف مد معا، في عفوا ري سو متحرك، الحرفان متحركان كل حرف لوحده، سو تصبح فا ري سو فارس. والآن عزيزي الطالب سنقوم بربط حروف ومقاطع لتكوين كلمة مفيدة. نأخذ الكلمة الأولى، في راسو، في راسو، تكتب بهذه الطريقة، في تمد يدها أربط مع حرف ر، را في راسو، تصبح الكلمة في راسو. الآن نأخذ كلمة أخرى، ر رف 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 رف، وتكتب بهذه الطريقة، رف تمد يدها أربط مع حرف ر، رف ر، ف رف رف،